خلال عام واحد لك أن تتخيل الفرق بين من يصلي السنن الرواتب ومن لا يصليها. الفرق بينهما 4380 ركعة في السنة، والفرق بين من يصلي الوتر ركعة واحدة يوميا واللي ما بيصليها 365 ركعة، والفرق بين من يصلي ركعتي الضحى يوميا ومن لا يصليها في السنة فرق بينهما 730 ركعة. فيكون عندئذ مجموع الركعات سنويا للي بيصلي السنن عن اللي ما بيصلي السنن بينهما فرق 5475 ركعة تقريبا. فلو فرضنا أن متوسط حياة من يصلي السنن واللي ما بيصلي السنة 40 سنة، ثم ضربنا عدد أيام السنوات الأربعين وهي 365 يوما ضرب 40 سنة، بيطلع عندنا 14600 يوم ضرب 5475 ركعة في السنة، بيطلع عندنا عدد ركعات هذا الإنسان في العمر، بيطلع عندنا الناتج 79,935,000 ركعة في العمر بين من يصلي السنة واللي ما بيصلي السنة. طيب لك أن تتخيل إنه كل ركعة فيها سجدتين، ثم ضربنا ناتج 79,935,000 ركعة ضرب 2، يعني في كل ركعة سجدتين، بيطلع عندنا الناتج 159,870,000 سجدة. تمعن معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، وهو حديث صريح صحيح، قال فيه عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها في الجنة درجة وحط بها عنك خطيئة. الله أكبر. يعني تقريبا 159,870,000 درجة في الجنة فرق بين من يصلي السنن الرواتب واللي ما بيصلي. إذن فرق كبير ونحن لا نشعر بذلك. فانظر كم درجة فقدتها رغم أنك تصلي وهو يصلي، لكن أنت مقتصر على الفريضة، وهو سبقك إلى الله بالنوافل.